إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكل السادة المتابعين الأوفياء. أكيد كتواجدوا في ملعب الحسن الثاني بطبيعة الحال بادرة طيبة يقدم عليها فرع فاس الاتحاد الصحفي الرياضيين تضامنا مع القضية الوطنية. أكيد الكل كيتضامن مع بركان أكيد فيما تعرض له من مضايقات من عند الكبرانات أكيد. فبطبيعة الحال كما كتشاهدوا طاقم الصحفي بمدينة فاس الجنس الصحفي ممثل في اتحاد الصحفي الرياضيين فرع فاس فهو كيتضامن بشكل كبير مع خوتنا بطبيعة الحال فريق نهضة بركان. أكيد في المقابلة هنا اللي غتنطلق بعد لحظات ما بين الماس والوداد الرياضي. بطبيعة الحال نحاولوا ناخذوا تصريحات أكيد من دوم الرئيس الناطق الرسمي بطبيعة الحال استعد علي، تحياتي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه لكل الزميلات والزملاء داخل اتحاد الصحفيين الرياضيين فرع فاس، واللي كنشكرهم على هذه المبادره الوطنيه اللي كتعبر الحس الوطني ديال الجسم الصحفي الذي يعلن من خلال ارتداء هذه الاقمصه الموحده التي تحمل الخارطه المغربيه كامله عن تضامنهم المطلق والغير مشروط مع نادي النهضه البركانيه الذي تعرض لاعتداء معنوي داخل التراب الجزائري، وايضا تنديد بالغباء الجزائري الذي يخلط ما هو سياسي وما هو بعيد كل البعد عن الرياضه. اذا هذه مناسبه للتاكيد على ان الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، والجسم الصحفي كسائر الشعب المغربي وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله من اجل الوحده الترابيه للمملكه المغربيه كاملة من طنجة إلى القويرة، أحب من أحب وكره من كره، وشكرا. شكرا السي عبد العالي الناطق الرسمي ديال الاتحاد الصحفي رفع. فتنشوفوا السي عبد العزيز الصوفي أكيد أن الوقفة اليوم هي وقفة من أجل التأكيد على الوحدة التربية للمملكة المغربية، وحنا كجسم صحفي وكاتحاد الصحفي الرياضيين فرع فاس بغينا نأكدوا ونتضامنوا مع فريق نهضة بركان اللي تعرض لحملة شرسة من طرف الإعلام الجزائري، واللي هي حملة ضد السيادة المغربية على الصحراء المغربية. أكيد المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وهذا هو الرسالة ديالنا اللي بغينا نقولوا لكافة المناوئين لمغربية الصحراء، الصحراء مغربية، وعاش الملك محمد السادس نصره الله وإياده. السي عبد العزيز أكيد خليك معايا، هذه مبادرة اللي قام بها اتحاد الصحفي الرياضيين فرع فاس أكيد بكل العناصر والأعضاء ديال المكتب وسير المخالطين، كيفاش جاتكم الفكرة لأنكم ربما تقدموا على إنجاز هذا الخطوة التضامنية مع خوتنا البركانيين بطبيعة الحال نهضة بركان، كيفاش جات الفكرة؟ اكيد كما قلت سي منصف، هو اننا كجسم اعلامي كصحفيين كان المهتمين خاصه بالجانب الرياضي، اكيد ان ما تعرض له فريق نهضه بركان يعني من مضايقات واستفزازات، واللي هي مضايقات اللي ما كتمس فقط نهضه بركان، كتمس المغاربه ككل، الرياضيين ككل، خاصه ان الفريق نهضه بركان وقف وقفه رجل واحد بكل ذكاء بكل حنكه بكل مصداقيه وبكل روح وطنيه من اجل الدفاع عن الوحده الترابيه، كانت له الكلمه والكلمه الفصل كانت يعني القنوات الرسميه خاصه الكاف اللي اكد على احقيات نادي نهضه بركان باش انه يلعب بالاقمصه الرسميه ديالو، وهذه نصره للقضيه الوطنيه، وشكرا للاخوان الجزائريين لانهم عرفوا بالقضيه المغربيه، والحمد لله تشهرات هذه الرايه المغربيه في قاع العالم وعرفوا بان الخريطه المغربيه تمتد من طنجه الى القويره، والحمد لله. شكرا سي عبد العزيز، اكيد هي بادره قيمه يقوم بها فرع فاس الاتحاد الصحفي الرياضي المغاربه. بطبيعه الحال غنحاولوا على اننا نواكبوا معكم التغطيه ديال المقابله اللي غتجمع بعض اللحظات اكيد، يعني كنحاولوا ان الرايه خاصها تبقى لان مقدسه بالنسبه لكل المغاربه، الرايه كامله مكموله حتى البونيت ديال شوف تي في ما غيمكنش انه يغطي الرايه المغربيه. بطبيعه الحال غنبقاو مواكبين معكم بعض اللحظات متابعينا مشاهدينا الكرام، كل كبيره وصغيره تتعلق بهذه المقابله ديال اللي غتجمع فريق يعني المغرب الفاسي مع الوداد الرياضي اكيد هنا من ملعب الحسن الثاني. فالف شكر كذلك للعناصر الامنيه المشرفين على التنظيم بطبيعه الحال هنا، واكيد الصحفيين يعبرون على تضامنهم التام ولا مشروط مع القضيه الوطنيه، واكيد الكل هنا يعني لحمه واحده، الخط احمر يعني القضيه الوطنيه ما يمكنش لان ربما نخليو يعني الكبرانات لانهم يحاولوا لانهم يعني يناوروا، فالقضيه الوطنيه خط احمر لكل الصحفيين في كل بقاع المغرب غربا شمالا جنوبا شرقا، فما يمكنش نزيدوا لان القضيه ديال الرايه الوطنيه فما يمكنش شيء لاننا بطبيعه الحال يعني نتحدثوا عليها، لان المغرب في صحرائه والصحراء
في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. جلاله الملك الله ينصره دائما يعني كيقول من خلال الخطابات ديالو دائما يدعو يعني كتشوفوا كيفاش جلاله الملك يمد اليد للاشقاء الجزائريين كشعب، ولكن للاسف المسؤولين يتمادون في اساءه لكل مغربي بطبيعه الحال. فاكيد كتشاهدوا معنا الاجواء كيفاش دايره هنا في ملعب الحسن الثاني، ونحاولوا نقل لكم بكل صدق يعني التغطيه اللي غتكون بعد لحظات متابعينا ومشاهدينا الكرام. اذا غنرجع من خلال بث مباشر اخر اكيد. شكرا لحسن بعدكم المشاهده، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.